ازيكم اغلى واجمل متابعين، يا رب تكونوا بخير وبافضل حال ونكون على تواصل في الخير دايما. ورجعت لكم النهارده فيديو جديد، وان شاء الله موضوع حلقتنا النهارده هتبقى عن الرومي. هنعرف مع بعض شويه حاجات كده تخص تربيه الرومي، وكمان هنشوف ايه انسب طريقه نخلي الرومي يشيل معانا وزن، علشان انا سالت في الموضوع ده كتير. وكمان هنشوف ازاي بنفرق بين الديك والفرخه، تمام؟ بس يلا بقى كده بسرعه قبل ما ابدا الفيديو، بسم الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسوش اللايك على الفيديو علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. وصلوا الفيديو دوت ل50 لايك. فيلا بقى كده هنعمل تحدي ونشوف هتبقوا قدها ولا لا، وانكم توصلوا لي الفيديو ده ل50 لايك، تمام؟ ده طبعا الرومي بتاعي اهوت، انا خرجته الوقت علشان بس اعرف ان انا اصور لكم الرومي بقى عامل ازاي. طبعا من اخر فيديو انا كنت مصوره، الروم ما شاء الله بيكبر معايا بسرعه، ويومه معايا ب10 برغم ان هما ما فيهمش ديوك كتير، تمام؟ بس مع ذلك معدل التحويل بتاعهم حلو جدا. طبعا هما عندي 3 عمر 3 شهور اللي هما دولت، و2 عمر شهرين اللي هو الصغير دوت والصغير ده، وطالعين فرختين، تمام؟ شايفين فراخ الفرعوني بتضربهم ازاي، برغم ان هما لو كبار شويه ما كانوش هيجرؤوا حتى ان هما يبصوا. حاليا انا باكلهم ايه، هما عمري 3 شهور، باكلهم ايه معايا حاليا؟ حاليا انا منعت عنهم العلف بشكل اللي هو مش بشكل كامل، يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا كنت بدلهم الطقتين علف، يعني كنت بدلهم الفطار بتاعهم علف والعشاء بتاعهم اخر النهار علف. دلوقتي انا منعت طقه منهم، يعني بمعنى اوضح انا بفطرهم لسه علف وكل حاجه. طبعا في العمر ده بياكلوا علف تركيز 21% بروتين، تمام؟ فمنعت عنهم الطقه بتاعت اخر النهار، وبدات ان انا ادلهم اكل بيتي اخر النهار، لكن طاقة الفطار بتاعت الصبح زي ما هي علف، تمام؟ علشان برضو نكون عارفين واخدين بالنا، يعني هما حاليا هما بياكلوا عادي اكل بيتي، فهي دي الطريقة اللي انا ماشي بيها حاليا معاهم. طب هتمنع العلف عنهم امتى خالص؟ لحد لما اللي هما الاتنين الصغيرين اللي هناك دولت، تمام، يجيبوا معايا التلات شهور، هبدأ ان انا امنع العلف بشكل كلي، علشان برضو الصغيرين يكون وصل لهم نسبة البروتين الصح اللي جسمهم محتاجها، وكمان يكونوا برضو الكبار كبروا معايا عن كده كمان، وقتها همنع بقى عنهم العلف. ليه؟ لان انا اسستهم خلاص، يعني ما شاء الله عضمهم كبر زي ما انتم شايفين كده، اللي هم الكبار اللي هم التلات شهور عضمهم كبر بالطريقة اللي انتم شايفينها دي كده، فخلاص وصلوا للمرحلة ديت، يبقى كده انا كنت ماشي معاهم تمام، تمام كده، تمام. طيب بالنسبة بقى للناس اللي سألتني في التعليقات عندهم رومي عمري 6 شهور ومش عارفين يفرقوا بين الديك والفرخ، مفروض عمري 6 شهور يبقى خلاص الديك باين من الفرخة، يعني الصغيرين دولت. انا هوريكم دلوقتي الفرق بين الديك والفرخة، بس خلينا في الكبار، تمام؟ هجيب لكم التلات ديوك اللي عندي تشوفوهم. ده الديك الكبير اهو، شايفين عامل ازاي؟ انا عايزه بس العرف بتاعه يبان بالطريقة دي كده اهو، تمام. ده الديك ده عمري 5 شهور اللي هو ده اهو، عمري 5 شهور اهو، زي ما انتوا شايفين برضو العرف بتاعه طلع والدلايات بتاعته طلعت، وكمان هتلاقوا العرف اللي تحت بقه كبير. ده عندي ديك عمر 4 شهور ونص اللي هو الابيض ده، زي ما انتوا شايفين برضو اهو عامل ازاي. في بقى حاجة طبعا ديت الفراخ بقى اهي، وبعد كده هوريكم الحاجة اللي أنا عايز أوريها لكم. لو برضو حصل مثلا إن الفراخ عندكم أو الرومي عندكم ما كانش متأسس صح، فطبعا ما بيبانش عليه أي حاجة بصراحة، لكن في حاجة هوريها لكم في أصغر ديك فيهم اللي هو الأبيض ده، تمام؟ اثبت بس كده عشان جناحك هيتكسر. بس اهدى، بصوا ده ديك، تمام؟ بنيجي عند الصدر عنده كده بنلاقي دي،
شايفين دي موجودة في الصدر بتاع الديك اهو، ديت السلكة السوداء اللي بتبقى في الديوك، السلكة دي ما بتبقاش موجودة في الفراخ. بس اهدى اهدى يعني، ده انت اتمرمط مع اني لسه محمي امبارح والله. طبعا احنا في الصيف عادي بنحمي الطيور، انا بحب بصراحة ان انا احمي الرومي عشان يبقى شكله حلو، لكن في الشتاء طبعا بنختار اليوم اللي تبقى الجو فيه حر قوي ونحميه عادي. اهي السلكة بتاعته اهي، شايفين موجودة في السدر عنده، فهي دي اسهل طريقة تعرفوا بها الديوك. طبعا اهو العرف بتاعه اهو عشان تكونوا واخدين بالكم بس، والدلايات بتاعته اهي تمام. ده ديك عمره 4 شهور ونص. دول طبعا الديوك التانية بتاعتي اهي والفراخ تمام. طيب بالنسبة لدول بقى هوريكم برضو الفرق بين الديك والفرخة فيهم، بس لما يجوا هنا تاني لان بصراحة ما انتش قادر اوي. ده طبعا الديك اللي هنا، وده الديك الفيتنامي بتاعي الحمد لله بدأ ان هو يكبر. شايفين بقى البط هيكومهم هناك هنا، وانا بصراحة مش عايز كده. تعالوا يلا ارجعوا، ده الديك اللي فوق اهو. تعال ايه ده ما شاء الله الديك تقيل، انا ماسكه في ايدي تقيل تمام. هنعرف بقى ازاي الديك برضو من الفرخة بنفس الطريقة. معلش بقى هنلاقي المكان برضو بتاع السلكة موجود عنده تمام. هو ده الديك طبعا، والاتنين التانيين فراخ. عايز بس المشكلة ان انا مفيش حد يمسك التليفون عليا ان انا اصور لكم ويبان معاكم. يا مكان السلكة انا مش قادر بصراحة ان انا اجيبه، ان الديك مقلوب قلبه معرفش صح ولا غلط اصلا، بس هنلاقيها. هي بتبقى في العمر ده عاملة زي الحباية اهي، بصوا يا رب بس تكون واضحة معاكم. الكاميرا كمان مش عايزة تعمل فوكس، تقريبا كده واضحة. حباية اهي شايفينها اهي، حباية كده كده. ده ديكا تمام، بنعرفه في العمر ده. هما طبعا ديكو فرختين، اللي هو اللي عمره 3 شهور ديكو فرختين، والصغيرين طالعين فرختين. حتى هتلاقهم العرف بتاعه تخين عن الفراخ. عندي الفراخة اهي، شايفين الفرق بين الفرخة العرف بتاعها اللي على بقها من فوق والفرق بين الديك ده. فكده طبعا ده الفرق بين الديك والفرخة في العمر ده تمام. طيب حاجة أخيرة بقى اللي هو الرومي مبيشيلش وزن. هقول لكم على طريقة برضو في الرومي تعملوها ليه، وهو هيشيل معاك وزن بأمر الله. لو جينا نشوف الرومي هنا، طب أي حد يجي طيب خلي عندكم دم. شايفين هنا الرومي، بصوا هنا الرومي اهو بيطلع ريش. المرحلة دي اللي الرومي بيتقل فيها تمام. هنلاقي فيه اهو، شايفين الانابيب الدم دي كلها، الريش اللي بيطلع فيه ده كده. الرومي بيملى معايا بيطلع ريش، وكمان بيشيل معايا وزن. اول ما الريش ده ينشف ويبقى ريش عادي طبيعي، قوموا رايحين ندفين الريش ده وخلوه يطلع من تاني. المرحلة ديت الرومي هيشيل معاك وزن تمام. وبالمناسبة عايز اقول لكم بس على معلومة كده صغيرة، ان الرومي اصلا ما بيبدأش ان هو يشيل وزن زي ما بنسميه كده اللي هو وزن، غير لما يجيب ال4 شهور. هيجيب ال4 شهور معانا هيبدا ان هو يشيل وزن معانا تمام، عشان برضو تكونوا عارفين المعلومه دي. يعني ده رومي 3 شهور اهوت، الواحده تجيلها كيلو تمام. فعشان برضو نكون عارفين المعلومه دي، الرومي بيشيل وزنه كل حاجه بس من فوق ال4 شهور وانتوا طالعين تمام. فهو
عشان الناس بتستغرب الرومي عمره 3 شهور ما هوش شايل معانا وزن وما اعرفش ايه، الرومي ما هيشيلش وزن غير بعد الاربع شهور، تمام؟ يعني ممكن تلاقوه عنده 4 شهور وتلاقوه مثلا اديك فيهم 2 كيلو، تمام، 3 كيلو، طبعا لو انتم بتاكلوا علف صافي، تمام. لكن انا بتكلم اللي هو في الطبيعي وبس. هو ده كده كان موضوع حلقة النهاردة، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ياريت ما تكونوش نسيتوا اللايك على الفيديو والاشتراك في القناة، واشوفكم في فيديو جديد على خير.